اعلنت القوات الروسيه اكتشاف ورشه سريه لتصنيع السلاح في مقاطعه زابوريجيا مؤكده مصادره كميه كبيره من السلاح وموضحا انه تم مصادره قاذفين يدويين مضادين للدبابات وصاروخين موجهين مضادين للدروع، هذا بجانب 23 قنبله يدويه واكثر من 12.5 ونصف الف طلقه للاسلحه الناريه الفرديه، هذا بالاضافه الى خمسه كيلوغرامات من البارود.